وآله وأصحابه التابعين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها، رحمهم الله. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين. أحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخيرنا أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا النبي الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى وحضر هذا الخير في هذه الليلة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك قريب مجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، وقاضي الحاجات، وقاضي الحاجات، وغافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، والأرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين خدماء الشرعي، والأرواح الأمة الأربعة، والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية، خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين النقشبندي محمد وصي البخاري، وحضرة أستاذنا مولانا الشيخ ناظم، وأستاذي أستاذ مولانا الشيخ عبد الله، وسائر ساداتنا وصديقين وأهل ختم خواجة كان، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا، وإلى أرواح أهل العباء وأهل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين والأمة عامة أجمعين، خاصة لمن نحن في جوارهم، وإلى أرواح نبي. الفاتحة. ما شاء الله. تقبل.